السلام عليكم، معكم شادي العبادي. فعليا هذا يعتبر اول فيديو بنحكي فيه عن المسلسلات، والمسلسل اللي حاب احكي عنه هو نوعا ما مسلسل يعني ممكن ما يكونش مشهور لكل الناس، ولكني حبيت احكي عنه. المسلسل هو فوضى. المسلسل هو انتاج اسرائيلي، معمول هذا المسلسل عشان يحكي عن اشي يدعى المستعابين، وهم الناس اللي بيعملوا حالهم فلسطينيين ولكنهم بالحقيقة يهود. هاي الوحدات بكون الهدف منها انها تصيد الناس المطلوبة في منطقة فلسطين. والمسلسل بيحكي عن وحدة من هاي المجموعات اللي بتحاول تصيد الناس اللي عاملين مشاكل في اسرائيل. ممكن حدا يسأل طيب ويحكي طب هذا المسلسل انتاج اسرائيلي، اكيد يعني في معلومات غلط. وصدقا ممكن جدا فعليا يكون في معلومات غلط، ولكن ما هيك، انا صدقا وانا شخصيا هاي وجهة نظر شخصية بشوف عن هذا المسلسل اشي جدا جميل، انك تشوف على الاقل كيف بفكر الشخص الثاني اللي هو بهاي الحالة الكيان الصهيوني. المسلسل حتى انا شخصيا لما حضرته ما حسيته فعليا بدعم وجهة نظر الفلسطينيين ولا وجهة النظر الاسرائيلية، بل هو فعليا بفاجيك فعليا بتحسهم زي بعض، ما بتعرف مين بدك توقف مع مين، لانه فعليا طريقه العرض تاعت المسلسل وبعض طريقه القصص بتحسسك انه فعليا كل واحد من هاي الجماعات كانت فلسطينيه او اسرائيليه كلهم عندهم اسباب مقنعه للاشياء اللي بيسووها. فانا بس حاب اوضح انه هذا المسلسل انا صدقا كشادي كشخص شاف المسلسل فعليا ما قدرت هذا اوقف لا مع البطل ولا مع حتى الشخص المش بطل، لانه ببساطه كل واحد عنده دوافع منطقيه جدا، والانتاج برضه حتى تاع المسلسل جدا ممتاز. يعني طريقه العرض تاعت القصه، طريقه برضه المشاهد القتل الكذا كانت جدا ممتازه بوجهه نظري، يعني بتتفوق حتى على كثير مسلسلات وافلام اجنبيه حتى. فهذا الموضوع كنت حاب احكي عنه، انه انا شخصيا ما شفت انه المسلسل فعليا بيدافع عن القضيه الاسرائيليه ولا حتى عن القضيه الفلسطينيه، بل هو حتى انا حسيته محايد، بل حتى في مشاهد كثيرة بالمسلسل خلتني فعليا احكي شو هذا الهبل اللي بتسويه انت كشخص اسرائيلي. يعني انت بتحاول المسلسل تبينكم انتوا الصح، ما هيك المسلسل ببين لك انه هم الغلط بكثير اشياء. واضح حنوضحه كمان شوي. المسلسل فيه 3 مواسم وانا شفت الثلاثه لحد هسه، فعليا المواسم جدا عظيمه. الموسم الاول بيحكي عن واحد اسمه الفهد او ابو احمد زي ما هو ملقب يعني بالمسلسل. الشخص هذا بيكون مطلوب من الجانب الإسرائيلي، هو مسؤول عن تفجيرات، عن قتل وعن أشياء كثيرة. طبعا على فكرة لما دورت عن هذا الشخص طلع عن جد في شخص بهذا الاسم وموجود عن جد، وعاملين عنه وثائقي قناة البي بي سي لما حكوا عن المسلسل، ممكن ترجعوا بعدين. المهم هذا الشخص بيكون إسرائيلي، يعني عنده معلومات انه مات، ولكن فيما بعد بتبين انه هذا الشخص ما ماتش. فبروح البطل تاع القصة اللي هو اسمه داون، واتمنى اكون حكيت اسمه صح، بروح على زي زفاف، والزفاف هذا بكون المفروض متأكدين انه حيجي عليه ابو احمد، ولكن للأسف ابو احمد ما بكونش هناك او حتى بكون هناك، ولكنه بيقدر فعليا ينشد من الزفاف. وبتم بهاي الحفل لما يجي يهود يعني على هذا الحفل بقتلوا الناس الموجودين فيه، ومن هذول الناس قريب الأستاذ ابو احمد او الفهد. وطبعا هون بصار الفهد بده ينتقم من اليهود اللي قتلوا قريبه بيومة العرس تاعه. المهم يعني بالاحداث الطويله بصير بعد هيك بدها تنتقم مات الشخص اللي بيوم عاسها قتلوا زوجها، اللي هي طبعا منى حوا، اللي هي واحده من افضل الممثلات الفلسطينيات بوجهه نظر الشخصي، وانا شفت لها مجموعه اعمال زي مثلا مسلسل منى اللي هي عملته. طبعا انا عرفت المسلسل اصلا اللي هو فوضى عن طريق منى حوا، لانه منى حوا كان لها مسلسل قديم اسمه منى باظو، بنصح الجميع يشوفه. فانا اصلا كنت الممثلة اصلا بدور عن اعمال ثانية اللي هو لقيت فوضى، وكنت برضه سمعت لها لقاء بتحكي عنه، ففعليا هي اللي كانت السبب اني رفض المسلسل، وبنصحكم الجميع فعليا انه يشوفه. المهم يعني منى الموجودة بالمسلسل اللي هو فوضى بتصير بدها تنتقم للناس اللي قتلوا زوجها. فشو بتسوي يا شادي؟ بتروح بتحط على حالها حزام ناسف، وفي البداية في ناس بكونوا رافضين هذا الموضوع، ولكنها بتقاتل بس حزام ناسف وبتفجر حالها بواحد من النوادي الليلية. وللصدفة كمان النادي الليلي هذا كمان بكون فيه وحدة بتحب واحد من اليهود اللي هم الأبطال تاعون القصة. تتطور القصة أكثر من هيك. المهم بصار اليهود يخططوا كيف يمسكوا أبو أحمد، فبحطوا زي جاسوس على أبو أحمد عشان يعطيهم معلومات، وهو فعليا هذا اللي بصير، واحد من الجواسيس الخاص باليهود بروح بتجسس على ابو احمد وبروح بعطي اليهود معلومات بمقابل انه بنته تتعالج بمستشفى. فعليا بنته بتتعالج، وهو بروح عند ابو احمد عشان يحكي معاه
عشان يقول له انه ينظف سمعته، لانه فعليا كل اليهود اكتشفوا، كل الفلسطينيين اسف قصدي اكتشفوا انه خاين بالقصة. ولكن ابو احمد ما عليه الحركات بقتله، ولكن لما يقتله بكونوا اصلا اليهود متابعين هذا الخاين للمكان اللي موجود فيه ابو احمد. وهناك بيتم للاسف مسك واحد من اليهود اللي هو نفس اليهودي اللي ماتت حبيبته بالنادي الليلي، وبتفشل العملية وبهرب ابو احمد وبيتم برضو اسرى واحد. بهاي الاحداث بيتم برضو اليهودي هذا بيظل يدعي انه من الفلسطيني، ولكن على مين بالاخر بينكشف. بعد ما ينكشف بيجي ابو احمد يعمل خطة جدا ممتازة، وهي انه يفتح بطن هذا اليهودي ويحط فيه قنابل. تخيل لوين، وكان بده يعمل زي عملية تبديل قصة بين اليهودي وبين الفلسطينيين. وطبعا حالة اليهودي بتتعب اكثر بصار بده يموت، فبيجيبوا شخصية هي مهمة جدا حتكون بالموسم الاول والثاني، وهي اسمها شاين. الشخصية هاي طبعا بيكون كمان واحد من ايد ابو احمد اليمين، اعتقد اسمه وليد، بكون وطبعا اسمه شادي برضه. وهذا على فكره الممثل بالاول ما كنت مقتنع فيه، ولكن بعدين اثبت انه فعليا واحد من افضل الممثلين. المهم بغض النظر عن هذا الموضوع، المهم يعني بيحكي ابو احمد لانه يجيب بنت عمته ولا بنت اخته، ورغم ذاك هي بنت عمته ولا بنت خاله، المهم مش بغض النظر مش مهم هي من وين، المهم هي كانت بالقصه بفرنسا واجت من فرنسا خصيصا عشان تكون يعني دكتوره بالمستشفيات الفلسطينيه. المهم بغض النظر عن هذا الموضوع، بيجيبوها وبتعالج اليهودي هذا، وبتقولهم انه حيموت بعد فترة يعني قليل كثير، لازم بسرعة تحاول تودوا على المستشفى. طبعا بلاو بتكون ناضة، ولكن بلاقى قلبها حنين بالقصة فبتاضى انها تعالج. مسكنا مستعرض بس لازم نعمل له عملية. يما هيك بتخطف امي؟ انت مكنتش رح توافق تعمل العملية. حررها، اعملي اللي طلبته منك هلا. شو بدك اعمله؟ بعد بصير خطة من عند طرف اليهود انهم كيف بدنا نجيبه للشخص هذا. كلمة من هون كلمة من هناك، بالاخير بوافقوا على عملية او صفقة تبديل، ولكن صفقة التبديل هاي بتكون بالشيخ اللي هو واحد من الناس المهمة بالنسبة لابو احمد، وكمان بواحدة بنت صغيرة اعتقد انها بنت ابو احمد او بنت اخوه اشي زي هيك. بيتم ربط عليهم اثنين حزام ناسف احتياطا، لانه فعليا اليهود بيكتشفوا ان قصة القنابل اللي موجودة جوا صاحبهم اليهودي. كيف بيكتشفوا يا شادي؟ ببساطة نفس البنت اللي هي اسمها شاين بتكون تحب البطل اليهودي اللي اسمه داون، فبكون بيناتهم علاقة حب وليالي حمرا زي ما بيحكوا. فبتقول له هي بس بطريقة غير مباشرة انه هو بكون مفهمها بالاول انه من الامن الفلسطيني. المهم بوقفوا الاثنين وليد وداون، وبكون بلشت صفقة التبديل. فبحكي له داون اذا بتفجر بفجر، شو بدك تسوي؟ يا افجر البنت الصغيرة يا اني افجر معاي، انت شو رايك يا وليد؟ وليد طبعا بيسال ابو احمد شو نعمل هسه يا ابو احمد، معهم البنت الصغيره ومعهم هذا. ورد ابو احمد رد غايب عجيب الصراحه، بيحكي انه خلص هذول ميتين وشهداء خليهم يموتوا. تخيل لوين؟ ببعث الشيخ بالاول وبفجره، بعد هيك بضل اليهودي كمان بفجروا له اياه كانتقام. وبهرب وليد بهرب اللي معاه، وهيك يعني بتبلش العداوة عن جد، وبتصار موضوع انتقام بالنسبة لداون. المهم داون بعد هيك بيحاول انه يدخل على الجهة الخاصة بالاستاذ ابو احمد، فبيحاول انه يعمل حاله فلسطيني، بده ينتحر او بده يقتل حاله، يفجر حاله باليهود يعني. وطبعا من عادة ابو احمد حسب القصة يعني الماوية بالفيلم انه دائما ابو احمد لا بيشوف الشهيد قبل ما يفجر حاله. وطبعا هنا كمان السيد دون بيكتشف انه في مخطط كبير من السيد ابو احمد، والمخطط كالاتي انه هو بده يفجر غاز معين باسرائيل، وهذا الغاز حيسبب موت كثير ناس باسرائيل. مش بس هيك، لما يصير هيك حسب الخطط تاعت ابو احمد، لما الدول العربية تشوف انه الشعب الفلسطيني بيتم مهاجمته، لانه طبعا الاسرائيليين مش حيسكتوا على الموضوع هذا، وحيردوا رد اقوى على غزة، راح تتوحد كل الدول العربية، راح تدافع عن فلسطين. وهذا الشيء طبعا مستحيل واقعيا، انه صار حسيتها مبالغة، ولكنها كانت مبالغة جدا حلوة بالمسلسل. المهم بيتم الامساك من السيد دون من اول ما يطلع من عند ابو احمد من الامن الفلسطيني، وهي فعليا شغلة بتضحك. بظلوا يضربوا فيه يحكي له انا الامن الفلسطيني، مين انت؟ انا الامن الفلسطيني، وهذا بيشيل الوجه عنه، بيحكوا يا متخلف احنا الفلسطيني، وبكملوا ضارب فيه.
طبعا بالاخير بيطلع عن طريق دبابة، هيك بيجي واحد اسمه كابتن ايوب وهو بيقول له صلة قوية اعتقد بالفتح او بالسلطة الفلسطينية فبيسلموا له اياه. المهم بكمل دوران الاشي اللي بده يسويه، بضل يتقدم ويسمع كلام ابو احمد عشان يعرف وين بده يفجر هاي الشغلات ويوقف. يعني بيطلب استاذ ابو احمد انه يتم قتل هاي وغصبيتها، والسبب يكون انه هو شك انه هي فعليا اللي اعطت المعلومات لليهود. يعني كيف عرفوا او اكتشفوا انه في مفجرات مع صاحبهم او داخل صاحبهم؟ ما فيش اللي هي اللي كانت تعرفه بهذا الموضوع. وانا فعليا بكون يصفيها الاستاذ ابو احمد وبعث عليها بعض الجنود، ولكن للاسف الاستاذ دون بكون هناك وبدافع عنها وبهابها. كمان بعد هيك وليد بعرف بالموضوع وبتحدى لاول ما بتحدى ابو احمد، وطبعا على الفاضي يعني ما بصير شيء. بالاخر هو بكون كمان يحبها لشاهين فبدوش يكون يقتلها. وبعد هيك كمان بتيجي بعض الاطاف من حماس الكبيره بتحكي له انه انت خذ مكان ابو احمد احسن، وانه خلص عليه لانه فعليا بلش ياذي الحار. المهم بتطور الموضوع بعد عن شاهين وبنبهه وبيحكي لها كان بدهم يقتلوك وكذا، وانت لازم تتجوزيني عشان ما فيش حدا حيلمسك، ولكن طبعا لا حياة لمن تنادي. وبعد هيك بتصير هي تساير فيه زي ما بيحكوها عشان يتمشي الموضوع يعني عشان ما يقتلوها. وهي على فكرة بتكون تحب دون وبكونوا كمان بعضهم فالين على زي فندق، وقصة طويلة يعني ما بدي ادخل بتفاصيلها، ولكن الفكرة يعني انا كانت على علاقة بدون وبنفس الوقت ضاك بحب. المهم بالاخير يعني عشان طول كتاب بالقصة، بروح الأستاذ وليد وبوصل له معلومات من الأمن الفلسطيني إنه فعلياً الشخص اللي بنت عمك شاهين بتحبه هو دون، وهو فعلياً شخص يهودي. وطبعاً بقول له كلمة وسخة الصراحة يعني مش داعم، وبيكتشف إنه هو يهودي. وطبعاً قبل العملية بكونوا كمان بدهم يطخوه، ولكن للحمد لله يعني دون بموتش بالقصة وبتم إنقاذه من مجموعة يهودية. بعد هيك وكانت هاي لقطة جدا مصيبة عندي، وهذا فعليا آخر موسم وآخر حلقة، بصار شغلة أنا بحياتي ما توقعتها. بتم تصفية أبو أحمد، ومن مين بتم قتله؟ من إيده يمين وليد. وليد بطخ باسه بنهاية الموسم الأول، وهذا فعليا شغلة ما كنت بتوقعها. فعليا هذا الموسم كان جدا خرافي، بنصح الجميع يشوفه. ولو بدنا نقيمه مثلا حاطيه مثلا حوالي 10 من 10، فكان فعليا جدا حلو. الموسم الثاني في الثاني في الموسم الثاني فعليا بنشوف شغلات غريبة كثيرة. اولها انه فعليا الاستاذ اللي هي شاهين تتجوز وليد، وطبعا هذا بسبب انه ما كانش عندها اي حل ثاني عشان تتجنب الموت، لانه هنا فعليا وليد باخذ مكان ابو احمد. ومش بس باخذ مكانه، كمان هي بتكتشف انه دون كان يضحك عليها وكان شخص يهودي وهي بتنصدم فيه كثير، فبتنجبها انها تتجوز من الاستاذ وليد. وكمان هنا بتظهر شخصية جديدة بالمسلسل، وهي فعليا شخصية انا بعتبرها أقوى شخصية بكل المسلسل، وهي شخصية ابن الشيخ. هو شخص فعلياً عنده تأثير وعنده شخصية جداً جداً قوية بالمسلسل، ولكن عنده مشكلة واحدة إنه فعلياً ما عنده إمكانية وما عنده زي ما بيحكوها دخل، عكس أبو أحمد اللي كان عنده فعلياً دعم من حماه. المهم هذا الشخص بيكون ينتقم لمين؟ لأبو الشيخ اللي تفجر من طريق دون، فبيبلش يعمل زي عمليات كانتقام منه. وفعليا عملياته كلها كانت مدروسة كثير، على عكس شخص ابو احمد هو كان داس الموضوع كان يخطط. وفعليا كل الاتباع اللي كانوا معه مجموعة شباب لا اكثر، يعني مش هالشخصيات العظيمة والله والمقاتلين، لا هو فعليا كان ذكي، كان يدخل لك على اسرائيل ويبلش يهاجم عليهم من جوا. وكان فعليا الاتباع تعون المخلصين هم حوالي 7 أو 8 شباب، الشباب هذول كلهم بيتقن اللغة العبرية وكلهم فلسطينيين وكلهم داعمينه. وكان في واحد من الأتباع الخاصين تعونه هو واحد بكون أبوه وبيشتغل عند حماس، وبكون حتى مش حماس بالسلطة الفلسطينية، مكانه كثير كبير، فبيخليه يتجسس على أبوه ويأخذ معلومات منه. وفعليا هو ظل مخبي شخصيته، فكان يطلق عليه المقدسي، ما كانش حدا يعرف مين هو المقدسي، وما كانش حدا حتى يقدر يوصل له غاولي. المهم المقدسي هذا زي ما حكينا قبل شوي بده يكون ينتقم من أستاذ دون، فبيحاول بالأول يهجم عليه بالصحراء وبيبعث عليه ناس، وبعد هيك ببعث عليه كثير ناس وعلى الفاضي طبعا كل ما بنقتله. بس كمان بكون عنده مشاكل مع حماس وبكونش عاجبه بعض طاقة حماس الهادية، فبتصير مناوشات بيناتهم وبالاخير بقاروا يقطعوا عنه الدعم زي ما بيحكوا. فشو بيسوي هذا الشخص؟ بعمل شغلة فعليا هي مجنونة كثير، بنضم لداعش. بعد هيك او خلينا ناجع للسيد وليد وماتوا، هاي اللحظة زي ما قلنا بكونوا متجوزين، ولكن
بكونوا هم كمان بدوروا عن وليد لأنهم فعليا بدهم المقدسي اللي قبل شوي حكينا، وفعليا زي ما حكينا برضه هو ما حدا بعرف مكانه غا وليد، فبكون معتازين لوليد، وليد فيش حدا قادر يمسكه، فكانوا يراقبوا مين؟ ماتو، لأن هي الإشي الوحيد اللي على الأكيد وليد حيجي، طبعا بيقدروش يجيبوه على الفاضي. فبروح السيد دون وبتفاهم معها وبيحكي لها إحنا مش هنقتل وليد ولازم فعليا نوقف هذا الجنان اللي بيعمله المقدس. كلمة منها كلمة منه وبرجع الاثنين يحبوا بعض. وبعدها طبعا بعرف المقدسي بعلاقة دون وهي البنت، فروح بحذى مين؟ بحذى وليد. وليد طبعا ما بيصدقه بالأول، ولكن بالنهاية طبعا وليد إنسان شكاك، فبروح وبمسكها وبهددها بالسلاح. وطبعا هنا كمان بكون متعقب دون وهذول الجماعة وبمسكوه وبودوه على السجن، وبعد هيك بضل يعذبه بوليد، ولكن وليد لا يعترف ولا بأي كلمة. وفعليا هو كان شخص ذكي، بل حتى في شخص يهودي بكون حاطينه معاه بيكشفه. بهذا الوقت طبعا بكون زي ما حكينا قبل شوي انضم لداعش اللي هو الأستاذ المقدسي. المقدسي بيعمل شغلة جدا مجنونة، بنتقم من دون بأنه يقتل أبوه كانتقام زي ما قتل أبوه، طبعا بعملها زي عطاق الداعش بقطع راسه قطر. فهون دون فعليا خلص حياخذ الموضوع بشخصية زايدة، وبهاي اللحظة أم وصلوا الأخبار أنه قتل أبوه. طبعا هو بكون يسفر كمان شاين اللي هي طبعا بعد ما مسكوا وليد هم أخذوها عشان يسفوها، بوقف تسفيرها وبحبسها وبحكي لها هي السبب بأنها أعطتهم معلومات. وطبعا هي بتكون لها شيء أي علاقة، ولكن فعليا دون كان متخلف بهاي اللحظة. المهم المسكينة بتتعاقب وبلش دون يدور عن مقدسي، وطبعا وليد بضل ساكت. لما تفشل كل المحاولات تعد دون بالقبض على المقدسي، بوحوا جماعته بيلحقوا سيارة فلسطينية اللي هي طبعا تنقل السجنة وبمسكوا وليد. وليد طبعا بخطفوه وبلش يعذبه. طبعا وليد زلمة ولا باغ يحكي ولا كلمة. وعلى فكرة وليد أنا أول ما شفته ما اقتنعت بشخصيته، ولكن لما كملت المسلسل عرفت انه هو احسن شخصيه. المهم بيظل ساكت، بالاخير بعذبوه بيقطعوا شوي بطخوا برجله وكذا، وبظل ساكت بالاخير. طبعا بيعترف مع كثره التعذيب وللاسف يعني بينقتل. وهي فعليا لقطه انا حسيتها غبيه كثير، لانه دون كان واعد انها ما تنقتل او ما ينقتل وليد، ولكن فعليا اخلف وعده. وطبعا لما يعرفوا مكان المقدسي بروحوا عليه، وهو فعليا بكون قاعد في صالون، وبكون جاي عليه طبعا اخوه. بهاي اللحظه لما يهجم جماعه دون وجماعه هاي على المقدسي، بيتم للاسف بالغلط طخ اخو المقدسي. وانا فعليا باظ المقدسي باخذ الموضوع بشخصيه ازيد. ليش ما دفعتش عن اخوك؟ ما قدرتش. بديش اشوفك بحياتي. خساره انك رجعت من سوريا. وطبعا بهاب المقدسي، والمشهد كان جدا طقع لما يهربوا من بعض ويلعبوا بعض، كان شيء طقع جدا. المهم يعني وبدناش نطول الموضوع كثير، بعد هذا الفيلم الهندي كله بعد ما يهرب المقدسي ويقسم على الانتقام ويصير عنده نوعا ما زي اتباع وكذا، بروح المقدسي وبخطف دون نفسه، بخطفه وهو ماشي بسياره، بمسكوه جماعته هو وابنه، فبخطف ابنه وبخطفه هو وبربطوهم بطريقه زي داعش وبعطوهم وراء. المهم يعني بنفس الاحداث وبنفس الوقت بكون كمان المقدسي عنده خطه ثانيه، وهي انهم دخلوا ناس من جماعه المقدسي على اسرائيل، وبهذا الوقت كمان بكون يفجر اسرائيل من جوا، ولكن طبعا تفشل هاي الخطه. المهم يعني مسك دون، ولما مسك الاستاذ دون بهذا الوقت كان بدي يعطي واقع عشان يقاها، انه مثلا انا الصهيوني، انا اللي كذا، انا عملت كذا، انا اللي قتلت الشيخ اللي هو ابوه وكذا. طبعا دون ما بودش عليه وبقعد يسبسب. في النهايه بصار مناوشات بين جهه حماس وبين جماعه المقدسي، وهذا الطوش هاي كان بسببها انه دون يهرب من المكان اللي هو، لما يهرب وللاسف بموت المقدسي احسن شخصيه بالمسلسل. وطبعا بعد ما صار اللي صار بالمقدسي بصار شغله جدا سيئه، وطبعا زي ما حكينا بالاول بتم السياح على السيد اللي هي بنت عم وليد وما وليد ما ينقتل. المهم يعني بصار نقاش حاد بينها وبين دون، وهي بتكتشف انه فعليا مش حتسافر وحتتحول للنائب العام ومش عارف شو من هذا الحكي. فهي للاسف شو بتسوي؟ بتقتل حالها وبتنتحر. طبعا بعض دون بنزعج كثير، وبلش يعيط يحكي لا ولا والكل بموت ومن هذا الحكي. فالنهايه بتخلص بموت يعني ابو دون وكمان هاي البنت اللي كان يحبها الفلسطيني. طبعا في كثير كمان تفاصيل بهذا المسلسل، يعني الموسم الثاني انا ما حكيتها، زي مثلا انه كان المقدسي قاعد ببيت وحده والوحده بلغت عليه، لانه فعليا التفاصيل لو بنقعد عليها بوحده مش حنخلص. هذا مسلسل وكل حلقه حوالي 12 حلقه، وكل واحده حوالي ساعه او نص ساعه، فصعب المراقبه.
فبنصح عن جد انكم تشوفوا المسلسل لحالكم. ولكن بغض النظر عن هذا الكلام كله، المسلسل هذا يعني هي نهايته اخر حلقه، كان موسم جدا قوي وكان فعليا حلو كثير، انا عجب. ولكن فعليا كان يبين كثير غباءات، زي مثلا هم اخذوا مثلا الاخو تاع الشاب هذا المقدس يظل يعذبوا فيه. طب شو دخل ضدك تعذبه؟ ليش تعذبه اصلا؟ مين اعطاك الحق انك تعذبه؟ يعني المسلسل المفروض عاملين اسرائيليين ما هيك بصبوا لك انهم فعليا جيش لا يتحلى بالاخلاق، على اي اساس بتعذب واحد؟ يعني هذا الشيء انا مش فاهمه، باي دوله محتامه بيتم تعذيب شخص لاستجواب؟ هذا إشي جدا مافوق. ومش بس هيك، يعني كمان صواتك الجيش فعليا الاسرائيلي نوعا ما غبي، نوعا ما يعني عملوا كثير شغلات غبيه وغامه غوبه او غامه طلوبه، يعني لدوله بتحتان حال. المهم انا هذا الموسم كمان بعطيه 10 من 10 انه عجبني كثير. نيجي على الموسم الثالث. فعليا الموسم الثالث ما فيش ممكن نحكي انه واحد عاطل معين، وهو فعليا اكثر موسم يعني تبينت فيه قضية انه الجيش الاسرائيلي هو مش الجيش العادل الكويس اللي بيحبوه. لانه هذا فعليا بين المسلسل غال انتهاكات اللي كان مثلا بالجزء الاول، زي مثلا تعذيب الشاب اللي حكينا عنه اخو المقدسي وهذا الحكي كله. الموسم الثالث كان مبين كثير اشياء زي تفجير مساجد واعتداء على ناس ما لهمش علاقة، واطلاق نار برضو على ناس ما لهمش علاقة في الموضوع. بغض النظر هذا نحكي عنه بوقته. الموسم الثالث بيحكي عن شخصية بطل أو شاب بلعب ملاكمة، بكون أبو مسجون. الشخص طبعا اللي بكون يداب هذا الشاب الملاكم هو دون نفسه، فبكون دون بده يداب هذا الشاب عشان يوصل أعتقد لأبوه، حتى مش لأبوه، لابن عم. فبكون بيعلم الولد عشان مصلحه وبيكذب عليه وبيسمي حاله أبو فادي. المهم بيطلع أبو الولد من السجن وباجع على بيته وبتعرف على أبو فادي، ولكن طبعاً أبو فادي اللي هو دون بينكشف بسرعة مش طبيعي، وبصير كثير مشاكل. المهم يعني بينقتل الشخص اللي هم أصلاً بدهم يقتلوه، وبنحط جزء من الحق على ابن أو الشخص اللي بده يلعبه ملاكمة اللي كان يدابه يعني الشاب. فبصير حماس تقتله ومش عارف مين يقتله، وكلمة من هون وكلمة من هناك، وبالأخير بتفقوا لهم يقتلوا دون عشان يمسحوا بصمة العار هاي. بيحاول يقتلوا بالأول عمه نفسه، بيحاول ينتقم من دون يهودي، فبيحاول يفجر حاله ولكن على الفاضي بيموت على الفاضي. وبصير شيء كثير، ولكن على الفاضي هاي الأشياء كلها أنا بحسها مش مهمة، ملاحقات تدوية وكذا وكذا ويعني أشياء كثير. المهم يعني أكبر حدث بيصير بالموسم هذا إنهم بخطفوا 2 سياح، أبو الولد وكمان الولد اللي كانت تلعب ملاكمة، بخطفوا بنت وشاب، وبيحاول يعمل زي مقايضة أو شيء زي كذا، إنه مش حماس إنه خذوا هذول 2 وامسحوا العار اللي احنا عجبنا لكم اياه بقتل ابن عم الشاب او التحالف مع الصهاينة بشكل عام. المهم يعني لما تصير هاي الشغلة ببلش اليهود يعملوا كتير شغلات غبية، منها تدمير بيت كامل عشان بس والله الاهل تعون الشاب والله مش كويسين فبروحوا دمروا بيتهم، وعملوا كتير اشياء غبية فعليا بدناش ندخل فيها. ولكن الخلاصة يعني انه هاي هي فعليا خلاصة الجزء الثالث، يعني ما كان فيه تعقيد زي الجزء الاول، وما كان فعليا فيه إشي واضح، كان فعلياً الجميع عنده أسباب منطقية. فالشاب انحط بهاي الخيانة، الشاب اللي احنا حكينا عنه بلعب ملاكمة وهو ما له علاقة، هو كان يلعب بلودن ملاكمة وكان يصير بطل ملاكم ملاكم عالمي وما له علاقة بهذا الموضوع، ولكن دون حشاه بالنص وخلاه لحاله. وكمان دون بهذا الوقت حب وحدة، وبنفس الوقت كمان ابنه أو ماتوا هم كانوا مطلقين بس منعوا يشوف ابنه. الخلاصة يعني هذا الجزء ما فيها الإشي اللي جداً واو يعني. وفعليا كمان بموت ابو الولد، والولد فعليا لاحظ كمان بالمسلسل تغيير شخصيته. المهم يعني الخلاصة يعني هذا الموسم انا ما حسيته قوي زي باقي الموسمين اللي بالاول، وما حسيت انه حتى في تفاصيل يعني تنحك كثير، ولكن طبعا في شغلات جدا مؤثرة فيه زي التغير الملحوظ بين شخصية الشاب اللي حكينا عنه بلعب ملاكمة قبل وبعد القصة، وبعض ظهور الشخصيات اللي من حماس، وبعض دخول اليهود بعض على وين على غزة. طبعا غزة كمان قصة ثانية لما دخل. طبعا بالأخير بنهاية الجزء هذا بنحبس الشاب اللي هو أصلا ملوش علاقة بالموضوع كله، دانو السبب بالتغير بشخصيته. يعني هذا الموسم ما كان فيه كثير شغلات، ولكن بعضه كان حلو، حاعطي أنا مني وعلي 7 من 10. المهم يعني أنا هيك بس خلصت هذا اللي عندي. فعليا هذا المسلسل أنا عجبني فيه أكثر من شغلة. أولا إنه بفاجينا كيف اليهود بفكروا، وغير كمان انه بفاجئك ان اليهود كيف بيفكروا، بفاجئك كمان الصورة اللي هم بيوصلوها للناس ايش هي. وفعليا انا المسلسل حسيت انه عن ما حياتي، فهو ببين لك جميع وجهات النظر عندهم. فابو احمد مثلا اللي حكينا عنه بالاول اللي حاكه في البدايه هو الانتقام لانهم قتلوا واحد بقابله بدون اي وجه حق. ثاني شخصيه برضه كان ينتقم لابوه اللي فجوه بدون برضه اي حق. كمان الشخص الثالث هو بده ينتقم لانه فعليا هم اللي حشوه بالنص، يعني فاهم علي كيف؟ ف
فجأة بيت أهله وهذا الحكي كله، واللي قبله كمان قتلوا أخوه. فكانت كل يعني شخصية حتى اليهودية كل واحد فيهم كان عنده وجهة نظر منطقية، وكان كل واحد فيهم يعني أنت مش قادر حتى تتعاطف مع حدا، يعني أنت كلهم وجهات نظرهم منطقية، كلهم عندهم أسباب قوية مثلا عشان يحاربوا بعض، عندهم مثلا أدلة. فأنت فعليا كبني آدم متابع أنت ما بتعرف عمين بدك توقف. وهي فعليا واحدة من أعظم الأشياء أنا عجبتني بالمسلسل، إنه أعطاني نوعا ما إحساس إن المسلسل نوعا ما حيادي، فهو مش واقف مع جهة ضد جهة ثانية. ولكن حسيت نوعا ما كمان إنه في مشكلة فيه، إنه فعليا تعدد الشخصيات الكثيرة، يعني بكل موسم أول وثاني وثالث نعم كان في بعض الشخصيات اليهودية بتموت، ولكن ما حيكة كان الجانب الفلسطيني دائما الكل يتبدل، وهذا الموضوع ما حبيته. أبو أحمد مثلا مات، وبعد هيك وليد في الموسم الثاني، وليد كانت شخصيته جدا حلوة، أنا ما حبيت إنه يموت وليد. وليد فعليا من الشخصيات اللي بالمسلسل اللي جدا كانت منطقية، كان تمثيله جدا حلو، كان شغله جدا مناسب هذا الشاب. فعليا أنا زعلت إنه طلع من الموضوع، يعني كان ممكن يمطوها أكثر، كان أحسن لو خلوه مثلا بالموسم الثالث وخلوه يساعد الشاب هذا، كان حسيته أحسن يعني. وبعضه كمان المسلسل يعني فيه جوانب جدا حلوة زي الإخراج الإنتاج كان جدا حلو. أنا بس اللي بدي أحكيه بس إنه هذا المسلسل حاولوا أعطوه فرصة، وانا زي ما حكيت يعني هاي مش قصه المسلسل ولا اشي، انا بس حاكت لكم شويه تفاصيل بالمسلسل او كثير تفاصيل عشان احاول اخليكم تحبوه وتشوفوه. فعليا حتى الشرح تاعي انا جدا جدا هذا يعتبر ايش المسلسل اعمق من هيك، وفي شخصيات كثيره عندها وجهات نظر، وكل شخصيه لها قصه، وابو احمد لحاله هذا له قصه لحاله، وشخصيه المقدسي هذا له يعني قصه لحاله، كيف كان يحكي مع امه، وكيف كان في صراع بينه وبين امه، وكيف مثلا اقنع داعش وحماس وكذا، وكيف الموضوع كبير كثير. انا هذا فعليا اول فيديو كمان بعمله عن مسلسل. اذا عجبكم مثلا الكلام اللي حكيته عن هذا المسلسل، ممكن نعمل عن مسلسلات ثانيه زي هاوس، جيم اوف ثرونز مثلا، هاي الجماعه هاي كلها المسلسلات. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام.